السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض كورس الباور ابس. احنا في المحاضرة رقم 12 هنتكلم فيها عن كيفية مشاركة تطبيق من الباور ابس. هقسمه لأكتر من جزء. جزء هعمل فيه شيرينج للاب نفسها باختلاف اليوزرز او المستخدمين اللي انا عاوز اشارك التطبيق بتاعي معهم، والجزء التاني هنتعلم ازاي نعمل شير للريسورسز المستخدمة في التطبيق عندي. فهنا ان شاء الله هنتعلم مشاركة التطبيق مع مجموعة محددة من اليوزر داخل الأورجانيزيشن بتاعتي، او بمعنى مع اليوزرز موجودين على نفس التيننت اللي موجود فيها الباور ابس اللي انا بستخدمه. تاني حاجة هنتعلم ازاي اعمل مشاركة للتطبيق بتاعي مع كل اليوزرز في الأورجانيزيشن بتاعتي، وازاي اعمل مشاركة للتطبيق مع مايكروسوفت 365 جروب او مع اكسترنال يوزر مش موجود عندي على التيننت اللي فيها الباور ابس اللي بنسميه الجست يوزر. تعالوا نبدأ مع بعض ازاي نشارك تطبيق انا عملته في الباور ابس مع يوزرز معينة. في الميت باور ابس سايت بتاعنا هاجي هنا عند الابس سيكشن. لو انا عاوز اشارك مع اليوزرز تطبيق اوريدي انا عامله كرييت قبل كده، عندي طريقتين، فليكن مثلا الميتنج اب. لما اعمله سيلكت هلاقي فوق هنا زرار اسمه شير بيفتح لي البانل بتاع الشير للباور ابس. طيب في وطريقه تانية من عند المور ديتيلز هنا هاجي اضغط على الشير هيفتح لي الباور ابس شير بانل. الطريقتين واحده وهبتدي اعمل شيرنج للاب عندي. طيب حاجه تانية، لو انا لسه بكريت الاب بتاعتي، تعالوا بجري سريعين كده اب هنسميها وليكن تيست شيرنج، وهعمل لها كرييت عشان نشوف ازاي من جوه التطبيق بتاعي اقدر اعمل شير للاب. بعد ما بعمل الديزاين بتاعي والفانكشناليتي اللي محتاجها في الاب بتاعتي، بحتاج ان انا عاوز اعمل شير لها او اعمل لها مشاركه مع المستخدمين عندي. هاجي هنا من الفايل مينيو فوق هلاقي في علامه الشير. اول حاجه لازم اعملها علشان اعمل شير هي اني اسيف الاب بتاعتي. عندي تو اوبشن، عندي ان انا اسيف الاب تو ذا كلاود او اسيف الاب على الكمبيوتر بتاعتي يكون عندي نسخه لوكال على الكمبيوتر بتاعتي. انا هنا عايز اعمل شيرنج للاب مع مستخدمين موجودين على الكلاود، فهحتاج اقول له سيف الاب تو ذا كلاود واعمل سيف للاب. هلاقيه بعد ما بيعمل سيفنج للاب اوتوماتيكالي بيقول لي شير للاب، ان انا اختار شير للاب، او لو انا جيت برضو هنا عند الشير هنا هيدخلني على نفس المكان، هيفتح لي الباور ابس شير بانل واللي فيها ببتدي احدد اليوزر اللي انا عاوز اعمل له شير للاب بتاعتي. لو بصينا هنا للشير بانل هنلاقيها متقسمه لاكتر من جزء، جزء هنا لليوزرز وجزء للبرميشنز اللي انا بحددها لليوزر عندي. اول حاجه عاوزين نعملها ان احنا هنعمل شير ليوزرز معينه هي اللي تشوف الاب بتاعتنا. فليكن مثلا انا هبحث عن يوزر اسمه حمزه هعمل له شير. لو لاحظنا هلاقي في البرميشن بانل اللي جنبها هلاقي ظهر لي اوبشن الكو اونر، الكو اونر ومستلكتد. انا لو ما اخترتش الكو اونر فحمزه هيقدر يشوف الاب بس ويقدر يشوف الحاجات اللي فيها. طب لو انا عاوز اخليه يقدر يعمل ايديت على الاب ويقدر يشيرها مع يوزرز تانية، بس مش هيقدر طبعا يمسحها ولا يقدر يغير الاونر بتاع الاب، فهختار الكو اونر هنا. لو جينا تحت هنلاقي التشيك بوكس بتاع سند ان ايميل انفيتيشن تو نيو يوزرز، لو انا عاوز ابعت ايميل لليوزرز ان انا شاركت معاهم الاب دي. لو مش عاوز تبعت لهم نوتيفيكيشن بتشيل التشيك بوكس دي، وهكذا بنفس الطريقه. لو عاوز تضيف يوزرز تانية بتبتدي السيرش عليهم يوزر باي يوزر وتحدد البرميشن بتاعته، سواء انت عاوزه كو اونر او مش عاوزه كو اونر. بعد ما بنخلص بنعمل شير كده، اليوزرز دي هيلاقوا الابس موجوده عندهم معمول لها شير على حسب البرميشنز اللي واخدينها من الاب. كده انا عملت شير ليوزرز معينه موجوده داخل الاورجانيزيشن بتاعتي. قبل ما ننقل لنقطه تانية، لو انا مثلا غيرت رايي وعاوز اعمل ريموف اليوزر الاب بتاعتي معمول لها مشاركه معاه، على سبيل المثال لو انا عاوز احذف اليوزر اللي اسمه حمزه، هاجي هنا على الاكس واعمل ريموف واعمل شير تاني، بحيث ان الاب يحصل لها ابديت وتحس بالتغيير اللي انا عملته ان انا حذفت اليوزر ده. كده تمام. تاني حاجه في الشيرنج ان انا اقدر اعمل شير للاب دي لكل اليوزرز مره واحده اللي موجودين على الاورجانيزيشن بتاعتي، من خلال زي ما احنا شايفين فوق ان هو كاتب everyone. لو انا كتبت everyone
هيجيب لي everyone في التيننت بتاعتي، هختارها كده كل اليوزر اللي موجودين عندي في الاورجانيزيشن يقدروا يشوفوا الاب دي، زي ما احنا شايفين هنا في البرميشن ان الاورجانيزيشن كانت ايديت اور شير الابس. طيب لو انا عاوز اخلي يوزرز معينه داخل الاورجانيزيشن دي يبقى لها صلاحيات اكتر، زي مثلا هو حمزه موجود على كل الاورجانيزيشن، فهاجي هنا اكتب اسمه وهبتدي اديله صلاحيات تانية، هديله الكؤونر. فكده هو اوريدي واخد في الايفري وان ان هو يقدر يشوف الاب، واديت له صلاحيات زياده ان هو يقدر يعمل ايديت ويقدر يعمل شير للاب واعمل شير. تالت حاجه عندي في الشيرنج، لو انا عاوز اعمل شير مع جروب موجوده على الاوفيس 365، هنا هيكون عندي طريقتين بالنسبه للطريقه اللي اتكريتت بيها الجروب دي. لو انا مكريت الجروب دايركتلي من الاجر اكتب دايركتوري، هقدر اشوفها بطريقه مباشره هنا في الباور ابس. لكن لو الجروب دي متكريتها بره الاجر اكتف دايركتوري، مش هقدر اشوفها غير لما اعملها الكوماند بتاعها على الباور شيل، ان انا السكيورتي بتاعتها اخليها الانيبل بتاعها بترو واقدر اشوفها على الباور ابس. تعالوا نفهم ازاي اشارك مع مايكروسوفت 365 جروب الباور ابس بتاعي. هنا البورتال اجر، لو جيت هنا بحثت على الجروب، لو انا من داخل الاجر عملت نيو جروب، في الحالة دي الانيبل سيكوريتي بتاع الجروب ده باي ديفولت بيكون ترو، فاقدر اشوفها على الباور ابس، سواء عندي خليت الجروب تايب بتاع سيكوريتي او الجروب مايكروسوفت 365. في الحالة بتاعتنا احنا بنجرب مايكروسوفت 365 جروب، هنسميها ام جروب، وده الايميل بتاع الجروب اللي عندي هو افيلابل، وابتدي احدد الاونر بتاعي للجروب دي. فالاكزامبل هنا لا سيلكت، وهنا الممبرز بتوعي هبتدي احدد الممبرز عندي واعمل لهم سيلكت. خلاص خلصت الجروب بتاعتي، هعمل لها كرييت. كده الجروب بتاعتي اتكريتت من خلال الاجرز نفسه زي ما احنا شايفين. هبحث عنها، ادي الام جروب بتاعتي، الام جروب بتاعتي، مايك التايب بتاعها مايكروسوفت 365، والاوبجكت اي دي بتاعها. طيب هروح للباور ابس في الشيرنج، هنا هحاول ان انا اكتب اسمها ام جروب، هلاقيها ظهرت عندي الجروب واقدر اعمل لها شير، وكمان اقدر احدد البرميشن بتاعتها اليوزرز اللي موجوده فيها، ياخدوا الكو اونر ولا لا، واضغط على زر الشير. طيب الطريقه الثانيه، لو انا عندي الجروب مجريتها بره الاجر اكتف دايركتوري، مثلا هنا من مايكروسوفت 365 ادمن سنتر، هنا هلاقي التيمز او جروبس، او هنا هبحث عن الاكشن بتاع الجروب، هلاقي اد ا جروب. الجروبس اللي من نوع مايكروسوفت 365 ومن نوع الميل انيبلد سيكيورتي والسيكيورتي كلها بقدر اعمل لها شير من خلال الباور ابس، لكن الديستريبيوشن جروبس ما بقدرش اعمل شير. هنا هختار مايكروسوفت 365، هقول نيكست، الجروب بتاعي تيست ام جروب، نيكست، الاونرز حدد الاونرز، اوكي، اد، وحدد الممبرز عندي، ونيكست. هنا هلاقي الجروب ايميل ادرس، فور اكزامبل تيست جروب، واعمل نيكست واقول له كرييت للجروب. انا هنا كرييت الجروب من خلال المايكروسوفت 365 ادمن سنتر بره الاجر اكتف دايركتوري. الجروب عندي اتكريتد زي ما احنا شايفين، هنا بيقول ان الجروب هتبتدي تظهر عندي في خلال 5 منت. هرجع هنا للادمن واختار الجروب، اشوف الجروبس بتاعتي، ظهرت عندي الجروب تيست مايكروسوفت جروب. رحت هنا في الاكتف دايركتوري وبحثت عنها تيست ام جروب، اهي التايب بتاعها مايكروسوفت 365، وده الاوبجكت اي دي بتاعي. انا ليه بقول الاوبجكت اي دي؟ لان انا هحتاجه دلوقتي في الباور شيل. طيب لو جيت هنا في الباور ابس
وحاولت ان انا اعمل شير للجروب دي مش هلاقيها، حتى لو جيت اخدت الميل بتاعها كوبي ورحت في الشيرينج برضو مش هيشوف الميل ده. طيب هنعمل ايه؟ هو مش شايف ليه الباور ابس مش شايفها، مع اننا لما كريتنا الجروب في الباور في الاجر اكتف دايركتوري دايركتلي شاف الجروب على طول. ده لاني لما بكريت الجروب عندي بره الاجر اكتف دايركتوري فبيكون السكيورتي انيبلد باي ديفولت بفولس، وانا علشان يظهر عندي الجروب دي في الباور ابس محتاج السكيورتي انيبلد بترو. هعمل ايه؟ مفروض بعمل كوماند، باجي هنا بفتح الباور شيل عندي بكونكت على الاكتف دايركتوري بالكوماند، هسيب الكوماندز دي ان شاء الله تحت فيديو. بعد ما عملت كونكت على الاجر اكتف دايركتوري بالكريدنشال بتاعتي هاجي هنا محتاجه اعمل السكيورتي انيبلد بترو للجروب بتاعتي. بيتعامل الكوماند مع الاوبجكت اي دي اللي احنا كل شويه نقول ادي الاوبجكت اي دي بتاعنا. هجيت الجروب بتاعي بالاوبجكت اي دي اللي معايا جيت اجر اكتف دايركتوري جروب، زي ما احنا شايفين هنلاقي ان السكيورتي انيبلد بفولس عندي، محتاج ان انا اخلي السكيورتي انيبلد بترو علشان اقدر اشوفها في الباور ابس بالكوماند سيت اجر اكتف دايركتوري جروب بالاوبجكت اي دي بتاع الجروب واقول له السكيورتي انيبلد ترو. لو جيت تاني اشوف الجروب بتاعتي هلاقي ان السكيورتي انيبلد بقت بترو. لو رجعت هنا للباور ابس وكتبت اسم الجروب عندي هقدر ان انا اشوفها من خلال الباور ابس، سواء بالايميل بتاعها او كتبت اسم الجروب عندي ظهرت الجروب واقدر اعمل لها شيرينج. عشان كده نخلي بالنا نشوف ان الجروب دي متكريتها من خلال الاجر اكتف دايركتوري فمش هحتاج اعمل حاجه تظهر على طول في الباور ابس. لو متكريتها من المايكروسوفت 365 هحتاج ان انا اعمل للسكيورتي انيبلد ترو، وده مش هيأثر على حاجه، ولا هيأثر على اوفيس 365 ولا هيأثر على الباور ابس لما اعملها ترو. وبكده نكون عملنا شيرينج لمايكروسوفت 365 جروب سواء في الاجر او سواء معموله من مايكروسوفت 365.